معانا دلوقتي كابتن عادل عبد الرحمن. مساء الخير على حضرتك. أهلا يا شيخ، ازاي؟ منورنا. أنت منورة قناة الأهلي يا شيخ، ومبروك مجيئك قناة الأهلي. الله يخليك يا كابتن عادل. طبعا في البداية كده عايزين نعرف خطة العمل على فريق 97. لا، هي مش خطة عمل فريق 97، هي خطة عمل اللاعبين اللي احنا عايزين مستهدفين. أولا أسلم على الأستاذ أسامة سويس، توحشني حبيبي يا جوارديولا مصر. حبيبي انت اللي وحشني، وانت اللي وحشني يا كابتن عادل، ومنور الدنيا كلها وموفق باذن الله. الله يخليك يا حبيبي. فاحنا فكرتنا الاولانيه والاخيره ان احنا الارقام بتاعت اللاعبين في العالم والاسعار غليت. صحيح، لازم نكون متفقين على كده. صحيح. فاحنا لا مناص لاي قطاع نشئ الا يعتمد على الموارد بتاعته. المفترض ان احنا قطاع يبقى منتج، قطاع يطلع لاعبين للفريق الاول، وقطاع منتج كمان ممكن يعمل دخل للنادي الاهلي. صحيح. فهي دي الفكره اللي انا كنت يعني اللي انا متخيل ان احنا ان شاء الله هنعملها. هل بقى اتفضل. لا كمل اتفضل. الحاجه المهمه في الموضوع ان فكره جديده اتعملت ان الفريق اللي هو الثاني في النادي الاهلي يبقى هو الداعم الاساسي للفريق. صحيح. الحاجة الثانية المهمة ان هو يكون بنفس شغل وسيستم الفريق الاول. علشان اللاعب يبقى عنده اول ما يطلع الفريق الاول اولا ما يتعبكيش فنيا ولا اداريا ولا احترافيا. دي حاجة مهمة جدا جدا. مكم من اللاعبين كتير في مصر امكانياتهم الفنية كانت عالية جدا، ولكن استعداداتهم الاحترافية كانت ضعيفة قوي، فتاهوا في وسط السكة وما طلعوش اللي عندهم. صحيح. صحيح. هنا احنا بدأنا نفكر ان ازاي التيم ده يبقى دي تيم مثقف اولا اداريا ويستوعب ضغط النادي الاهلي، واللاعب في التيم ده لازم يبقى لاعب مميز. هو ان هو مميز فنيا فمميز اخلاقيا اكيد طبعا، عارف النادي الاهلي ومبادئه، عارف هو هيروح فين وهيشتغل ازاي، واحنا بنقرب له المسافه دي. وبعدين لازم كمان الشغل بتاعنا بيبقى على مراحل كتير. يمكن انا اعلنت اكثر من مره انه الفكره جيده جدا. اكيد. محتاجه استمراريه، ويمكن الكابتن الخطيب دي فكرته، هو قال ان الفرقه دي تبقى تحت الفريق الاول علشان تخدم الفريق الاول، جايه لخدمه الفريق الاول فنيا واداريا كمان. بمعنى ان احنا ان شاء الله الفتره القادمه هيبقى في امتداد او امداد للفريق الاول بلاعبين. في واحد. هل في بقى عناصر مبشره موجوده دلوقتي في فريق 97 هنشوفها ان شاء الله مع الفريق الاول؟ ما انا هكمل لك يا شيم عشان دي مهمه. اولا مش من مهام الفريق اللي تحت الفريق الاول انه بس يبقى بيمد اللاعبين للفريق الاول. انا اوريدي في 9 لعيبه موجودين مقيدين عندي للفريق الاول مواليد 98 و97 سن اللي معاه. لعيبه كتير قوي اسمائهم معروفه، نثبت وحاجات وبيكام بره والجزار صحيح صحيح، وجميع اللاعبين اللي فوق في العمر بتاعنا. في 9 وفي 7 اعارات بره، وفي عندنا مجموعه لاعبين. المهم كمان ان احنا نكون بنساعد الفريق الاول في التجديد. ده نجهز له لعيبته اللي ممكن ينزلها لنا علشان نجهزها له عشان يطلعوا يلعبوا ويبقوا جاهزين. ممكن لعيب يبقى مصاب، ولعيب ممكن يبقى يكون بعيد عن الفرقه شويه، ممكن ينزل يلعب مباريات احتكاك، ان احنا يعني ان احنا بنعده له لانه يلعب. ولكن من ناحيه العناصر، النادي الاهلي غني بالعناصر بتاعته. النادي الاهلي عنده لاعبين مش بال 97 و 98 بس، لان هي مش الفكره مختصه في فرقتي بس، الفرقه مختصه كمان عند الكابتن فتحي مبروك، هو اللي بيمدني باللاعبين. صحيح. زي ما انا بمد الفريق الاول باللاعبين، فقطاع الناشئين عند الكابتن فتحي مبروك كمان بيمدني باللاعبين علشان اكيد اصعدهم للفريق الاول. فهي منظومه عمل متكامله ماشيه من تحت، من اول عند الكابتن فتحي بمجموعه المدربين اللي معاه، والى المجموعه بتاعتنا اللي هي بتشتغل مع في المشروع بتاعنا ده،
علشان نساعد اللاعبين. كابتن عادل عبد الرحمن، حضرتك دلوقتي ماشي بقى اكيد بخطه موازيه مع خطه باتريس كارتيرون في طريقه اللعب، في طريقه التدريب، وفي الخطط كمان اللي بيستخدمها. اكيد احنا موحدين السيستم، يمكن انا وحدت عليه السيستم. في حاجات كتير هتبقى مشتركه ما بيننا في طريقه اللعب، علشان لو طلع لعيب من عندي يلعب مع فريق اول يكون بيلعب بنفس طريقه الفرقه الكبيره. صحيح. حتى يمكن الحاجه الوحيده اللي احنا بنتكلم فيها وعايزينها نوحدها الايام الجايه ان شاء الله، حته التصعيد اللي هي الثلاث لاعبين اللي ينزلوا يلعبوا معايا في الفريق الاول، لان من حق اي فرقه ان هي بالقانون المسابقه عندي ممكن اخد ثلاث لاعبين من الفريق الاول يلعبوا معايا. هي دي اللي لسه هنظبطها معاهم، وانا من وجهه نظري ان انا عاوز اطلع احسن ما اخد، بس لو هو عايز يساعد الفرقه في التجهيز ممكن ينزل لي، لكن انا اللي يطلع ما احبش انزله ثاني، بالعكس اللي يطلع عايزك تخليه يكمل حتى لو سنه صغير جدا. صحيح. كابتن عادل عبد الرحمن، نورتنا في كلام في الميديا، كل التوفيق ان شاء الله لحضرتك ولفريق 97 في امداد الفريق الاول ان شاء الله باهم وافضل العناصر اللي هتساعد النادي الاهلي. طيب نرجع بقى معاك.